مرحبا بكم إخواني متابعي قناة حكي أمس. في فيديو اليوم، إذا كنت تبحث عن طريقة لتوفير وقتك والرد على رسائلك بشكل تلقائي في الجيميل فأنت في المكان الصحيح. في هذا الفيديو سأشارك معكم سر احتراف في الجيميل من خلال إعداد المجيب التلقائي خطوة بخطوة لتتمكن من الرد على رسائلك حتى وأنت بعيد. تابع معي لتكتشف هذه الحيلة التي ستجعل عملك أكثر كفاءة وسهولة. لنبدأ في شرح الفيديو. مرحبا بكم اخواني اخواتي من جديد. نبدأ في شرح لا بركة. نقوم بالدخول الى جوجل كروم، ثم بعد ذلك نقوم بكتابة في خانة البحث جيميل بهذه الطريقة اخواني، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على بحث. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط في ثلاث نقاط في الأعلى، ثم يجب أن يكون محدد نوع موقع على كمبيوتر كما تشاهدون إخواني. ثم بعد ذلك كما تشاهدون هنا إخواني في الأعلى أيقونة الإعدادات، نضغط على ضغطة. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على عرض جميع الإعدادات. ثم بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل، مشاهدون نقوم بالنزول الى الاسفل، ثم راح نلاحظ هنا المجيب التلقائي كما تشاهدون. هنا ايقاف المجيب التلقائي هنا كما تشاهدون. نقوم بالضغط على تشغيل المجيب التلقائي بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك راح نلاحظ يعني او تاريخ اليوم انشاء او تشغيل المجيب التلقائي، وهنا يمكنك تحديد اخر يوم بالضغط هنا. تقوم بتحديد التاريخ. اذا اردت ان يكون هذا المجيب التلقائي غير محدود تقوم بالغاء هذه الخاصية. ثم بعد ذلك نقوم بكتابة الموضوع هنا اخواني، مثلا نقوم بكتابة موضوع، ثم هنا نقوم بكتابة نص الرد التلقائي، مثلا انا غير موجود في المكتب، راح أرد في أقرب وقت. هنا يمكنك تحديد يعني نوع الخط، يمكنك هنا تحديد الخط، هنا تكبير أو تصغير الخط كما تشاهد. هنا يمكنك تكبير الخط، هنا اختيار عنوان أو رابط أو أي شيء يمكنك توجيه يعني الرسالة، يمكن اختيار أي رابط، إلغاء. هنا يمكنك إضافة صورة، هنا يمكنك يعني التلوين النص، يعني يمكنك التحكم في النص بكل تلقائي إخواني. إذا أردت إرسال كما تشاهدون هنا إرسال الرد فقط لأشخاص في جهة الاتصال، إذا أردت إرسال الرد فقط للأشخاص الذين يوجدون على هاتفك يمكنك تأكيد هذه الخاصية. أنصحك ألا تقوم بتأكيد هذه الرسالة، يمكن أن يكون شخص جديد على مشروعك أو على عملك أو شيء. ثم بعد ذلك نقوم بتحفظ التغييرات كما تشاهدون. ثم بعد ذلك راح نلاحظ هنا في الأعلى كما تشاهدون هنا إخواني إنهاء الآن إعداد المجيب التلقائي كما تشاهدون هنا إخواني في الأعلى. وهكذا أصبح بإمكانك إعداد المجيب التلقائي في الجيميل بكل سهولة. إذا أعجبك المحتوى وتريد المزيد من النصائح المفيدة اشترك بالقناة ولا تنسى تفعيل جرس لكي يوصلك كل جديد. شكرا لمشاهدة الفيديو. سلام.